افتتاح الدورة الدولية الأولى لرياضة البوبينام بيد بوضو هنا بالجزائر. الاتحاد الأوروبي وممثل عن سعادة سفير بوبينام اشتراكي. ودائما للمراسم البروتوكولية سوف يتم تقديم شهادات وأيضا أعلام شرفية بالنسبة لكل الوفود المشاركة، يتم تقديمها من طرف رئيس الاتحاد العالمي ماي هوتن رفقة رئيس الاتحاد الافريقي الاستاذ محمد جواج، وكذا رئيس الاتحاد الاوروبي للبوبينام بيد بوضو مايكوفي لويل، وايضا الوالي المنتدب للشراقه. اذا ترحيبا وتعبيرا عن ايضا ترحيب الجزائر بكل ضيوفها الكرام، وهذا ليس غريب عن الجزائر، المضيافة دائما. إذن كما نرى تسليم الإشارات الشرفية التي تحمل علم الجزائر، وكذا شعار أو البطاقة الفنية لهذه الدورة، وعلى الصورة أيضا مقلاة ويزا، هذه كانت مصارعة جزائرية وانتدبت أقول من طرف نادي بلجيكي، حاضر اليوم في بلدها الأم، بلدها الأصلي، مع الوفد البلجيكي مقلاة ويزا. إذن دائما مع أجواء الفرح نعيش وإياكم وسط هذه الجماهير العاشقة للفنون القتالية، خاصة وأن اليوم يوم عطلة، يوم عطلة أسبوعية الجمعة، يعني الحضور قوي خاصة لفئات الشبانية الصغرى لتدعيم وأيضا مناصرة الفرق المشاركة. اليوم نشير فقط إلى أن الجزائر ليست حاضرة بمنتخبها الوطني، ولكن حاضرة من خيرة أبناء مختلف النوادي الجزائرية، لأن المنتخب الوطني الجزائري يحضر وأيضا سوف يتم تحضيره للبطولة الإفريقية التي تجرى بالمغرب أو ستجري بالمغرب نهاية ديسمبر الجاري. كل توفيق للمنتخب الوطني الجزائري في مهمة الحفاظ على لقبه الإفريقي. إذن دائما مع المنتخب الإيطالي، إيطاليا أيضا هي من بين أقوى الدول في رياضة البوبينام فيات بوداو، تحت المراتب مشرفة سواء في البطولة العالمية، وهي حاملة لقب البطولة الأوروبية، المنتخب الإيطالي من بين أقوى المنتخبات. إذن تم تسليم الشارات، شارات المشاركة والأعلام الشرفية بالنسبة لهذه الدورة الأولى من نوعها في الجزائر. هنا نعيش وياكم هذه المجريات من قاعة البيضاوية بالمركب الرياضي محمد بوغياف. إذن قبل الشروع أو الانتقال إلى الجو المنافسات وجو الميداليات وكذا التتويجات، إذن يتم في هذه الأثناء خروج بطبيعة الحال الوفود المشاركة في هذه الدورة. اليوم سوف يكون الموعد مع نصف اختصاصات المبرمجة للدورة ككل، 13 اختصاص من بينها الضربات المقصية، وكذا المنازلة أقل من 68 كيلوغرام، السونغليان أو المنازلات المنظمة الثنائية، وكذا الكاتا سواء فيما يخص الاختصاص الجماعي وحتى الاختصاص الفردي، أيضا فيه المنزلة ل 64 كيلوغرام، الدفاع الذاتي الخاص بالإناث،
أيضا حاضر في برنامج اليوم، إضافة إلى الدايداو وكذا العصا الطويل ومختلف الاختصاصات التقنية. وقبل ذلك أو قبل المنافسة وكما تشاهدون على البساط دخول براعم وأساغر رياضة الفوغينام بيد فوداو من أجل الاستعراض الافتتاحي. لأن الأصاغر من مختلف نوادي العاصمة وهذه عادة من عادات المنافسات في منافسات الفوغينام بيض فوداو والافتتاح ببعض التقنيات وكذا الاستعراضات التقنية، ويكون أيضا حاضر في هذا الحفل المنتخب الوطني اللي قلنا أنه يحضر للبطولة الإفريقية التي ستجري بالمغرب نهاية ديسمبر الجاري. الاستعراضات من الفئات الشبانية تقنية كواي كوين، ويلتحق إلى طاولة التحليل رئيس رابطة الجزائر للفوغينام بيض فوداو كمال لوناس، وبين قوسين هو أيضا الذي يشرف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني. أهلا بك كمال. واليوم هو موعدكم الشيخ كمال لوناس، لأنه الرابطة على مدار 6 أشهر كاملة وهي تحضر لهذا اليوم ليحمل عدة دلالات بطبيعة الحال، بالإضافة إلى أنه سوف يشهد ميلاد الاتحاد العربي للعبة. الشيخ كمال، التنظيم هذا يعني الرابطة كانت يعني كما يقولوا فكرة منذ سنة، وفكرة يعني في تنظيم دورة مثل هذه، دورة دولية لتجمع ما بين يعني الدول وتعريف بالشعوب العربية، وأيضا هذه الدولة هي احنا حبيناها يعني فضلنا أنها تكون فرصة للشباب الجزائري من أجل الاحتكاك مع العناصر الفريق الوطني وكذا الأبطال العالم يعني من إيطاليا ورومانيا يعني مختلف البلدان، والحمد لله يعني هذه فكرة ربما كانت قديمة، كانت الفكرة منذ سنوات أن الجزائر تنظم دورة دولية، والميلاد والحدث جاء أو أعطي الضوء الأخضر للتنظيم في يعني الحمد لله. طبعا هذه طبعا الأولى من نوعها، وكانت يعني كما شفتوا تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة والسيد ولي ولاية الجزائر، وما ننساش بالمناسبة هذه يعني الجهودات يعني والإمكانيات اللي وفرتها لنا مديرية الشباب والرياضة وعلى رأسها السيد طارق كراش، وكل يعني حتى الاتحادية الجزائرية اللي يعني كما نقول لك قدمت لنا المساعدات من أجل تنظيم الدورة هذه، لأن يعني ما يخفاكمش باش تنظم دورة دولية مثل هذه لازم يعني تكون تحت إشراف الاتحادية. وبهذه المناسبة سعيدة نشكر رئيس الاتحاد الجزائري والإفريقي الأستاذ محمد جواج، وشي جميل يعني من رئيس الاتحادية وفقنا على البرنامج هذا لأنه هو تزامن مع المؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي. احنا فضلنا يكون في هذا يعني على هامش المؤتمر التأسيسي نظموا فيه الدورة، لأنه تعرف فيه بلدان عربية تشارك يعني كأول مرة، وهذا شيء جميل ويخدمنا ويخدم رياضة الفوغينام بيض فوداو. وكل المواعيد مرتبطة بتاريخ الجزائر المجيد بطبيعة الحال، لأنه هذه الدورة بطبيعة الحال بمدينة الجزائر ولكنها دائما تدخل في احتفالات بذكرى 11 ديسمبر 61. إذا دائما فقط على الهامش نقول أنه الآن على الصورة المنتخب الوطني، لما وش معني بالمنافسة كلية، ولكنه المنتخب الوطني بصدد تحضير لموعد هام جدا، وبصدد أيضا التحضير من أجل الدفاع على لقبه الإفريقي
الشيخ كمال كنت قمت بعدة تربصات خاصة الفترة الأخيرة. نعم احنا يعني صرنا برنامج مكثف مع الاتحادية الجزائرية من أجل تحضير الجيد للبطولة الإفريقية، لأنه ما يخفلكش الجزائر هي صاحبة اللقب الإفريقي سنة 2016 بدولة كوديفوار. واليوم يعني المدربين وكل الطاقم التقني يجتهد من أجل تحقيق اللقب يعني الثالث على التوالي الإفريقي والحفاظ على المكانة الجزائر وإعطاء الصورة الجميلة لرياضة الفوفينا في هذا الضوء. واستوقفك مع هذا الاستعراض الجميل للرباعي كابلي إبراهيم، كابلي موسى، بصلاح سيد علي، وكذا بن جبار حمزة، من هم أعضاء من المنتخب الوطني بطبيعة الفريق. الفريق هذا اللي شفناه يعني قدم منازلة منظمة بالأسلحة، رباعي كابلي وإبراهيم وموسى وبن جبار وبوصلاح، هم يعني لاعب بطل العالم في هذا الاختصاص، هم معروفين عندهم مستوى كبير حتى لحقوا وننافسوا الدولة الأم الفيتنام. وهذه الاستعراضات كلها خارج المنافسة، لا الثنائي تيم توسين أيضا وخيشان محمد، وأن نشوف تيم توسين وخيشان وكأني أراهما سنة 2006 في أول بطولة عالم هنا بالجزائر، كانوا حضروا شرفيا، كانوا جد صغار ودخلوا بتقنية الكايمون كوين آنذاك، واليوم ما شاء الله. أولا هذه الديمومة وهذه السيرورة وهذا الحفاظ على المستوى، حفاظ أيضا على رجال الغد، لأنه هذو كانوا في 2006 11 سنة. وهذا الثنائي هذا هو يعني قديم، يعني ثنائي من مدينة واحدة. جميل عندما نشوفوا نعم بطبيعة الحال 11 سنة دخل في بطولة عالم لغرض الاستعراض فقط. كان الله أعلم، أظن 11 سنة. نعم 11 سنة كانت أول مشاركة للبطل خيشان محمد في اختصاص كايمو كوين، وتحصل على المرتبة الأولى عالمية. عندي ذاكرة قوية إلى حد الآن يعني اليوم أيضا نشوفه دائما على البساط تقنية لونغو كوين. وهاب فارس أيضا بطل عالم وصاحب الميدالية الذهبية في اختصاص اللونغو كوين بماعية رياضية من على ما أظن من سبورتينغ فريحة. كلوب فريحة نعم. وهاب فارس هو بطل عالمي في الاختصاص التقني والفردي معروف، يعني عنده مكانة على المستوى العالمي. وشفنا الرياضية أول مرة تلتحق بالفريق الوطني، شفنا بوجمعي كنزة من نادي سبورتينغ كلوب فريحة ولاية تيزي وزو. بوجمعي كنزة اللي راهي على البيصات. لا هذه تبودي إلهام تبودي. من نادي الأمن الوطني. نعم. رياضية يعني قمة. نعم احنا ادت اداء رائع. وجه جديد في المنتخب الوطني. لا مش في المنتخب الوطني، هي فريق الامن الوطني. عضو في المنتخب الوطني. لا مازال. نعم هي اول مره ظهور، اول مره قدمت استعراض. انا اشوف فيها نتمنى لها التوفيق ان شاء الله، التوفيق لكل الممارسين وايضا السيروره والديمومه في العطاء وايضا التالق. جميله جدا هذه حركه رائعه. كابلي كابلي موسى. نعم كابلي موسى هو صاحب الاختصاص طربت ميقاسية ودائما ينافس أهل الاختصاص الفيتناميين كل مرة. إلى حد الآن الجزائر لم تحصد ميدالية ذهبية في هذا الاختصاص عالميا أقول. هذا هو بقي العائق الوحيد. والله بكل صراحة مؤخرا في البطولة العالمية في نيودلهي قدموا أداء رائع رائع جدا. كل الخبراء الدول اللي كانت حاضرة يعني شجعتهم يعني انبهرت في الأداء اللي قدموه الجزائريين، لكن اختصاص ديما يبقى صاحبة الفيتنام. وإن شاء الله المنتخب الجزائري جميل، يؤدي أداء جميل على المستوى التقني. تبقى بعض ربما الميداليات اللي ما تكونش ذهبية في اختصاص تقني فقط كمان. نعم شوف الفريق الوطني بالنسبة للمنازلة فرض نفسه على المستوى الإفريقي العالمي. الاختصاصات التقنية في منافسين كثير، لأن نشوفوا الدول الكبرى يعني هي دائما تفضل تشارك في اختصاصات تقنية على اختصاصات منازلة، وهي مهتمة كثير باختصاص تقني مثل إيطاليا، فرنسا، الفيتنام. شيء جميل، الفيتنام دائما تشارك كل اختصاصات سواء الفيتني سواء التقنية أو المنازلة.
نعم شوفوا دائما يعني عندها حضور قوي. وعمر جمعي على دائما من امام البساط لانه هذا الابطال العالميين معنيين بالدوره ممكن جدا اذا كان الامكان التقرب منهم وخاصه انهم في اخر مرحله تحضيريه بالنسبه للبطوله الافريقيه للبومينام المضاوه المزمعه في المغرب نهايه ديسمبر الجاري. اذا نعود واياكم دائما مشاهدينا سوف تبدا في هذه اللحظات اختصاصات المنافسه واول اختصاص يدخل معنا على الصوره هي اختصاص دونشان او ضربات نقصيه لاننا يعني نشاهد بطبيعه الحال الاعاده اللي كانت استعراضيه فقط هذه كانت استعراضيه والان سوف يتم دخول نفس الرباعي احشركم فقط في ضربات المقصيه كمال والناس. نعم عندهم اختصاص واحد يعني فيه ما عدا هذه الاختصاصات هم بصدد التحضير حتى هما فضلوا يشاركوا في اختصاص ضربات المقصيه هي يعني بمثابه محطه لتحضير البطوله الافريقيه هم فضلوا يدخلوا اختصاص واحد لانه حابين يطوروا من التقنيات هذه وان شاء الله عندهم يعني كما نقول لك هدف رئيسي هو تحقيق الميداليه الذهبيه يعني ليس في البطوله الافريقيه بل في البطوله العالميه ان شاء الله المقدمه بكمبوديا. ويعني الممارسه يجب ان تكون متواصله شيخ كمال والناس من اجل الحفاظ على اللياقه البدنيه وايضا على دقه تصحيح دقه تقنيات دونشان. اول مجموعه تمر امامنا هي من وفاق دار البيضاء وذخروفه مهدي والنيغي ايضا حسين عبيدات شمس الدين وكذا هارون سيد احمد من فريق وفاق دار البيضاء هم المتنافسين مع الفريق الاول. هذا الفريق يعني فريق كما نقول منتدب مؤخرا شاب. نعم فريق شاب وكان يعني كان سابقا كان في الفريق الامن الوطني وحقق القاب على المستوى الوطني واليوم انا نشوفه في الفريق هذا راهو التحق بالنادي الوفاق الدار البيضاء اللي عندها يعني عندها مكانه على المستوى الوطني. شوفوا هذو الشباب هذو عندهم عين طموح وعندهم امكانيات كبيره ورام يقدموا في يعني في اداء رائع. المشاركه اليوم باسم وفاق دار البيضاء لاول مره شيخ كمال والناس. انا يعني عرفت اليوم اول مره نشوف فيهم يشاركوا بنادي وفاق دار البيضاء وهذا يعني يشرف انديه ولايه الجزائر. لانه فقط نذكر انه رياضه البوفينا بيض موداو عندها ايضا ابجدياتها فيما يخص تنقل الرياضيين من نادي لنادي اخر من ولايه لاخرى. حدثنا كمال على هذا الاتحاديه يعني عندها قانون خاص بالانتقالات هي عندها انتقالات في اخر الموسم فقط. نعم لينتقل من نادي الى نادي عنده يعني حريه التنقل يعني شروط له فيه شروط معينه بالنسبه لكل رياضي. شروط معينه هي حتى تكون موافقه من طرف النادي اللي راهو فيه يعني النادي السابق وايضا فيه كما نقولوا يعني وثيقه يمضيها النادي اللي راح يستقبله وبموافقه رابطه ولايه الجزائر ويكون فيه يعني حريه التنقل. ما فيش عرقله بالنسبه للرياضيين من طرف لا ما فيش عرقله. احنا يعني انا وشفت المسؤولين وانت كما يقولوا احنا دائما هذه هي الملاحظه اللي نكتبوا بها نخليوا الحريه للرياضيين لانهم شباب نعطيو له الفرصه يقدر يبرهن يعني على امكانياته في اي نادي. احنا المهم يكون يمارس الرياضه ومهم يكون يمثل الجزائر احسن تمثيل وما يخفاش يعني هادو عندنا يعني الممارسين لما نتكلموا بلغه الارقام هما على ما اظن حوالي ما نقدرش نقول بلغه الارقام حتى 18000 او 20000 ممارس. نعم يعني كلهم ما يقدروش يكونوا في المنتخب الوطني لكن الشيء جميل هادو الشباب كلهم يعني راح يبتعدوا على الافات الاجتماعيه وراح يكسبوا يعني كما نقولوا تكونوا بصحه جيده. هذا هو المهم. هذا هو المهم والاهم. اذا دائما نتابع واياكم اول اختصاص واول ربع يدخل الى البساط بقصد المنافسه فريق وفاق دار البيضاء في الضربات المقصيه سوف يتنافس مع الرباعي ابطال العالم كابل ابراهيم كابل موسى وبن جبار حمزه وصلاح سيد علي. في هذه الاختصاصات الرياضي يقوم ب ست او كل رياضي يقوم بربع
ضربات مقصيه مختلفه. ضربات مقصيه لازم تكون مختلفه، لانه الرياضي لما يعمل ضربه مقصيه، نعطيك على سبيل المثال قال رقم 12، الرياضي الاخر ما لازمش يعاود يكرر نفس التقنيه. وشوفوا الفريق راه يعني النقص يعني في السرعه السرعه والدقه ايضا، هذا كنا نلحقوا او نوصلوا الى هذه النقطه بالذات، فيه تعب. الريتم تغير، ريتم البدايه والنهايه، ثم انه التقنيه اخذت وقت طويل وهذا غير طويل كثير، وهذا لما يدل انه الفريق هذا ما كانش مستعد كثير، يعني ما كانش مستعد للدوره الدوليه. نشوفوا يعني حتى الجانب البدني، نشوفوا اللي بداوا يعني تقنيه او ضربات مقصيه بريتم كان شويه عالي، في الاخير فيه بطء كبير. شوف يعني حتى الحركه ما كانتش سقوط، نشوفوا غير مؤمن، لانه كمال والناس بصفتك ايضا تقني في هذا الاختصاص وعلى راس العارضه الفنيه للمنتخب الوطني، فيه عده شروط وعده جوانب تؤخذ بعين الاعتبار في الاداءات التقنيه، اما اهمها الدقه وصحه التقنيه وكذا التنسيق والسرعه. التنسيق والسرعه هذا مطلوب خاصه في الاختصاصات مثل الضربات المقاسيه او المنازلات المنظمه بالاسلحه او بدون اسلحه، تطلب السرعه، الدقه، القوه، التنسيق، حتى الجانب الجمالي. ايضا في الكاراتيه عمر جمعي نفس الشيء، نفس الشيء يا عمر جمعي، ونفس الشيء بالنسبه لكل ربما اقول لكل الرياضات والفنون القتاليه اللي فيها الجانب التقني. اذا الرباعي الثاني الذي يدخل الى البساط هم ابطال العالم اللي كان مروا امامنا قبل قليل فقط، الاداء قبل قليل كان من اجل الاستعراض فقط. نعم بطبيعه الحال راح يكون الاداء مختلف، لانه هذه منافسه، هو يعني الهدف تاعو انه يحصل على الميداليه الذهبيه ويكون صاحب اللقب في اختصاص الضربات المقصيه. نشوف الرباعي حتى الحركه رقم 10 من طرف بن جبار حمزه كانت رائعه. شوف حتى حركة الدوران كانت ما شاء الله. هذا اختصاص كابلي. هذا اختصاص كابلي موسى لا غير. كل من يحاول تقليد لا ينجح في تقليد موسى كابلي، أول من قام بهذا، لأنه فيه فقط حركة بهلوانية صعبة. لكي الأكروباتية، هذه الحركات الأكروباتية هي حركات إضافية للتقنيات، لأنه المنقط أو الذي يتم تنقيطه من طرف لجنة التحكيم هي الضربات المقصية لا غير، ثم فيه الجانب الجمالي. هو الجانب الجمالي يعني في الأخير يضيفوا هذيك النقطة هذيك، يزيدوها يعني بالنسبة للتقنية اللي راح تكون صحيحة. نشوف يعني بن جبار يخطئ أو يتعثر في أداء تقنية أو سيزو مقصية رقم 12. نعم رقم 12 تعثر، لكن هذا ما يأثرش، ما يأثرش لأنه كل ضربة مقصية تنقط على حدة. نعم 16 ضربة مقصية يتم استعراضها من طرف الرباعي. كل رياضي يقوم بأربع حركات مختلفة من أصل 21 ضربة مقصية في برنامج الرياضة. هذا المطلوب بالخفة والرشاقة مثل ما الدول اللي يقوم به كابلي موسى، حتى السرعة. الآن هذا الرباعي كان ينشط في نجم الشراربة، كنا تحدثنا عن التغييرات، تحدثنا عن الانتدابات، الآن ينشط في أولمبي بوربا على ما أظن. عنده الآن عنده حوالي موسمين انتقل لنادي أولمبي أولمبي بوربا. نعم اليوم راه يمثل نادي أولمبي بوربا. شوفوا يعني أندية ولاية الجزائر راهي عندها مكانة على المستوى الوطني حتى العالمي، رغم الأندية راهي تقوم بدورها، راهي يعني راهي تكون رياضيين اللي قادرين يمثلوا الجزائر أحسن تمثيل. هذا ما نتمناه من كل الأندية. نعطيك على سبيل المثال نادي وفاق الدار البيضاء، أنا مؤخرا رحت زرت النادي، شفت حصة رياضية قريب 300 رياضي مارس في نفس الواحد، شيء جديد. نعم هذا يدور الرياضة ودور أيضا من الفنون القتالية كمال والناس، هي رياضة قريبة من المجتمع وقريبة أيضا من الأحياء الشعبية. كل الأحياء الشعبية نجد فيها ممارسة الرياضات والفنون القتالية التي تكون على البساط يعني بلغة عامة.
الفرصة للشباب، شباب الجزيرة خاصة، يعني من الأحياء الشعبية، اللي يروح يمارس الفنون القتالية والرياضات الفردية، لأنه ما يخفالكش في الفنون القتالية يعني أي رياضي تكون عنده مكانة ويكون عنده فرصة باش يمارس حتى يبتعد عن الآفات الاجتماعية، ولا كانت عنده أهداف يقدر يعني مع المستقبل والعمل اللي قاموا به المدربين يحقق ألقاب. نعود إلى الجانب التقني شيخ كمال وناس، أيضا هذا الرباعي لاحظت أنه فيه بعض البطء في الحركات وفي تنسيق الحركات إلى ما يرجع هذا، لأنه هذا الرباعي مسيطر على هذا الاختصاص لأكثر من 5 سنوات متتالية. يا الرباعي هذا يعني متعود يؤدي أداء مقنع، أداء رائع، فيه السرعة للرشاقة يعني الخفة حتى القوة. اليوم أنا أشوف فيه بطء طويل كثيرا. هذا الفريق هذا فريق هذا يعني عنده خبرة كبيرة خاصة في الاختصاص هذا. اليوم قدموا أداء نقدر نقول يعني لا يرقى منتظر. لا يرقى إلى مستوى فريق راح يمثل ربما الجزائر في البطولة الإفريقية. عليك أنك أنت هنا حاضر معي كمحلل وأيضا كمصحح لهذا الرباعي، لأنه يتدرب تحت يعني تالي تدربه في الفريق الوطني. بالنسبة للفريق هذا احنا نخدم كل لقاء أقل من شهر تفصلوا عن البطولة الإفريقية. يوم 26 ديسمبر إن شاء الله تكون البطولة الإفريقية، لكن ما راح يقدموا هذا مثل أداء هذا لأنهم معروفين وعندهم أداء، عندهم مستوى كبير. نحس يعني نوعا ما تعب، وايضا فيها الكابل ابراهيم اللي تعرض لاصابه على مستوى الساق، تقدر تكون هذه عوائق او تقدر تكون سبب من الاسباب اللي خلتهم يقدموا اداء محتشم. دخولهم من اجل بلا يعني شوفوا، لانه كان منتظر، لانه اولا كان بطيء جدا هذا الرباعي من الفريق الوطني، والان لاول مره قلت انه مسيطر على الاختصاص اكثر من 5 سنوات لدونشان او في ضربات النقاطيه. اليوم فريق دار البيضاء يتفوق من ناحيه عدد النقاط الممنوحه من 5 حكام او 5 قضاة، يعني ربما كنا تنبأنا انه مش راح يكون الفوز كامل والناس، لانه كان بطء كبير في أداء تقنيات. أول حاجة نهنيو فريق وفاق الدار البيضاء الميدالية الذهبية في الدورة هذه، أول ميدالية ذهبية في الجزائر. نعم أول ميدالية، والأداء كل صراحة أنا سبق ونتكلم قلت الأداء اللي قدموه الرباعي من نادي أولمبي بوربا، والله بكل صراحة ما كانش منتظر، لأنه يعني المدربين أو حتى فقط اسمح لي الشيخ كمال والناس. نعم. قلنا أنه ربما دخولهم للاستعراض في نفس الاختصاص قد يؤثر، وعمر جمعي توافقني الرأي، أنت أيضا اختصاصي في الفنون القتالية، يعني دخول مجموعة للاستعراض وبعدها مباشرة للمنافسة. لكن علينا أن ننسى أننا في بداية موسم، كل الأمور خاصة البدنية لن تكون في المستوى، لهذا أنك تقوم بعمل 5 دقائق بعد ذلك تقوم بنفس الحركات، يعني أمور من الجانب البدني ستؤثر وتؤثر كثيرا، زيد على ذلك الخطأ التقني. نعم نعم أثر كثير عمر، لأنه الأداء استعراضي وبعد أداء منافسة، كان حبذا أنه تدخل الرباعي للمنافسة مباشرة ونستغنى عنها في الاستعراض. إذا الرباعي مهما يكون رغم أنه اليوم تحصل على الميدالية الفضية، إلا أنه مطالب أنه يحسن أداؤه لتمثيل الجزائر في المغرب الشقيق يوم 26 من هذا الشهر لمجريات الطبعة الثالثة للبطولة الإفريقية. إذا على البساط المنازلة أقل من 68 كيلوغرام التي تجري بين الثنائي من الجزائر، إذا خربوش شعيب اللي متواجد على يمين الشاشة بالخوضة الزرقاء، وأيضا صديقه من بوعبيسة إسماعيل، وكلا الرياضيين أو كلا رياضيان من المنتخب الوطني. نعم. أولا ومن فريق يعني الأمن الوطني. نعم. فريق هذا ثنائي هذا من الأمن الوطني، شوفوا بوعبيسة اللي راهو يعني بالبلاستر والوجه
الواقي الاحمر هو بطل افريقيا سنه 2016 من كوت ديفوار، ايضا خربوش خربوش هو يعني كان في الوزن ناقص 64 في الوزن ناقص 64 كيلوغرام وخربوش ناقص 160 كيلوغرام واليوم راه في نفس الوزن وافقني راه في نفس الوزن وايضا الرياضي خربوش هو بطل عالمي وشفناه في المنازلات في التصفيات الفتره الصباحيه كان تعرض لاصابه على مستوى الكتف كان يعاني كثير وانا نشوفه ما راح يقدم المستوى المعهود المستوى المطلوب منه وايضا المنازله لما تكون مع زميله راح تكون ما فيش زماله في المنافسه لانه هنا بصدد التالق بصدد الحفاظ على لقب بصدد الحفاظ على مركز اول ربما كل الاشياء هذه توضع جانبا لانه كل الروح الرياضيه موجوده ونحن في صدد ممارسه فن رياضي فيه قوانين فيه حكم وفيه تقنيات ايضا تنقط. نعم. والى حد الان بوعبيبسا انذار الاول لبوعبيبسا. بوعبيبسا نعم. لانه المسك القدم من الخارج ممنوع. يكون عنده انذار شافوا ثلاث انذارات كما انت كل الجمهور نرى يعني عنده خبره في المنافسات وفي التنقيط. فقط نضيف انه فيه قانون جديد في التحكيم وهو الخاص بالضربة المقصية. الجولة الثالثة من المنازلة لا يجب هو مطلوب أو من الرياضي أو شيء مطلوب من الرياضي أنه يقوم أو منافسي أو يقوم بالضربة المقصية في المنازلة لكن في الشوط الأول مطلوبة منه إجباري. نعم. والشوط الثاني يعني لما قامش بالحركة في الشوط الأول يقدر يديرها يعني في الجولة الثانية. الجولة الثالثة لو يعمل ضربة مقصية ممنوع راح تحصل هذا شيء جديد في التحكيم. نعم في التحكيم العالمي يعني. نعم لابد ان نسير التطورات ونسير التغييرات ايضا فيما يخص المنافسة. اذا لم نشاهد ضربة مقصية فيما يخص الجولة الاولى بين بوعبيبسا وخربوش شعيب. يعني كلا يعني خربوش وبوعبيبسا واحد فيهم يعني مقام بالضربة المقصية المطلوبة يعني في الجولة الأولى وهذا اللي يعني المدربين يشوفوا كل مرة يحثوا رياضيهم يجبروهم يعني يلزموهم على القيام خاصة التمرين على هذه الضربة المقصية مثل رقم 10 ورقم 3 إجباري الرياضي يقوم بها هي فيها تمارين مخصصة يعني لتطبيق تقنيات الضربات المقصية شوفوا السقوط هذا السقوط يأثر على الرياضي شعيب نقص نقطة نعم. يعني نقدر نقول كما لو نس أنه الآن بدأت المنافسة لأنه أو الآن بدأ النزال في الجولة الأولى لم نرى مستوى تقني يرقى لممارسي المنتخب الوطني هذو يعني الاثنين هو معروفين بمستواهم وبالأداء اللي ممكن يقدموه خاصة مع منافسين أندية أخرى ونشوفوا كل واحد راه متخوف وكل واحد حاب يحقق اللقب هذا لقب الدوره وضربه مقصيه كانت غير محتسبه هذه هي الضربه المقصيه رقم 10 ولكنها فاشله نعم نشوف مره ثانيه شوف دوك يعني الجمهور الكريم باش يفهم قوانين التحكيم خاصه على الضربه المقصيه لماذا هي ممنوعه في الجوله الثالثه لانه الرياضي يستعملها كل مره ويسقط هو راح يستعملها يعني لتضيع الوقت لهذا ممنوعه هذا يعتبر فاندون صحيح فاندون صحيح نعم او فاندون صحيح نعم يعتبر انذار لانه الحكم الوسط سلمان احتسب الفاندون كانذار اول بالنسبه للرياضي هذا من بين القوانين الجديده في التحكيم يعطي انذار يعني اللي كما نقولوا اللي تمسك اللي نفذت عليه تقنيه الفاندون نعم هذا قانون جديد مؤخرا في 2017 بميدل هيك كان يعني تم تطبيقه في البطوله العالميه وكانوا حضروا فيه حكام من الجزائر ومثل وكانوا يعني من خيره الحكام على المستوى العالمي وبشهاده رئيس اللجنه التحكيم العالميه بما انكم ايضا كمل كنتم اشرفتم على تربص بين منتخب الجزائر ومنتخب الايفواري دائما بصدد او في اطار تحضير للبطوله الوطنيه، اشرفتم ايضا على دوره تدريبيه عربيه مستوى هذه الدول او المنتخبات او الفرق المشاركه اليوم
وين نوضعها بالنسبة له؟ كان فيه برنامج، البرنامج هذا كانت استراتيجية الاتحادية مع مديرية المنتخبات الوطنية من أجل التحضير الجيد وإعطاء فرصة للرياضيين باش يرفعوا من مستواهم، سواء من جانب اللياقة البدنية أو من الجانب التقني. كانت فيه فرصة جميلة، وكانت بطلب من الاتحادية الإفريقية الاتحادية الإيفوارية تجي الجزائر وتدخل تربص مغلق مع الفريق الوطني الجزائري من أجل اكتساب الخبرة والاحتكاك مع عناصر الفريق الوطني، وهذا يشرفنا. وشفنا أيضا الدول العربية كانت حاضرة في الدورة التدريبية العربية، كانت لبنان، مصر، تونس، كلهم جوا للجزائر لأنه معروف المستوى الجزائري على الصعيد العالمي. نعم، والآن فترة الراحة بين الجولة الثانية والجولة الثالثة الفاصلة. الجولة الثانية التي انتهت لصالح خربوش شعيب اللي تفوق بنقطة واحدة، ما فيش نقاط كثيرة في هذه المنازلة، تقارب المستوى. كان ذكر الزميل عمر جمعي أنه بداية الموسم، ولكن من الجانب الآخر أيضا ما ننسوش أنهم أعضاء في الفريق الوطني، والآن يجمعهم نفس الميزان. نفس الميزان، نعم، وما هو سبق أن تكلمت أنا هذا في نهائي هذا، وبكل صراحة عنده مستوى كبير، لأنه خربوش شعيب بطل عالمي لمرتين في الجزائر سنة 2015 و 2017. شفنا تصفيات الفترة الصباحية كان تعرض إصابة، نشوف راه يخدم إلا بالتقنية، تقنية فاندون رائعة، فاندون صحيح صحيح، نعم، جميل جدا، الحكم يشير إنه فاندون صحيح، نعم نعم. يشوفوا بعض الرياضيين يفوزوا إلا مثل التقنيات هذه، فاندون ضربت مقاسية يفوز بطريق الخبرة، بالخبرة فاندون. معظم الرياضيين في فيتفوداو أو في الفوفينان فيتفوداو فيه نقطتين هو واختصاص هذا الفوفينان فيتفوداو، لأنه شوفوا فيه رياضيين يستعملوا كثير المنازلة فقط، كيشغل الملاكمة، ورياضي اللي عنده خبرة مثل بوريسا وخربوش وبكير بوزيد، فيه كثير إعادة جميلة. شكرا للمخرج ياسين سادات، جميلة جدا لقطة الفاندون، من أجمل ما رأينا في هذه المنازلة، هي تقنية فاندون كاملة وصحيحة جدا، تقنية فاندون ثلاثة حركات خاطئة، هنا حركة الفات ممنوعة في المنازلة. الآن حركة الفات ممنوعة، والحكم سلمان لم يعطي إنذار بالنسبة لهذه الحركة. هي المفروض يكون عنده إنذار يشير الرياضي باللباس الأحمر بوعبيبسا. نعم. نعم. لأنه تقنية الفات ممنوعة، أي مصارعة في المنازلة في الفوفينان فيت فوداو. عندما نقول الفات يعني المصارعة، يعني المسك لاليت، أيوة. المسك ممنوع. ممنوع، لهذا المفروض الحكم يعطيه قلب الخصم مباشرة، نعم، مباشرة على البساط. المفروض الحكم هنا يشيل له بارتكاب خطأ. نعم نعم، ودائما التحكيم فيما يخص التحكيم فيه القائمين على مراقبة أيضا أداء الحكام، هم كلهم حكام أقل ما يمكن نقوله من هو أنهم عندهم درجة حكم إفريقي وحكم دولي. في حكام دوليين، حكام مستوى في إفريقي، أيضا في حكام وطنيين. ومشكلة الخوضة يا شيخ كمال، هي المفروض يتعاقب عليه، لأنه الخوضة تكون من يوفر الخوضة، الرابطة الاتحادية أم كل رياضي عليه أنه يحضر بخوذته الخاصة؟ هي كل نادي عنده العتاد تاعو الخاص، لأن العتاد الرياضي هذا عتاد خاص، وهنا احنا نشوف أنه بعض الأحيان نوفر هذا العتاد هذا، أنه فيه أندية مثل أندية الولايات الداخلية ما عندهمش إمكانيات، نقص الإمكانيات، لهذا احنا دائما نفكر ونقولوا بالعاملين نخبوا فيهم باش نوفروا لهم هذا العتاد، باش ما يكونش عندهم مشكل أثناء المنافسة. يربك كثيرا، ليس كذلك عمر؟ يربك من أداء الرياضي، يربك وينقص من جمال المنازلة، من جمال المنازلة، وقد تكون ربما فرص للرياضي أنه يقلب الموازين، ولكن نفسيا حيكون مش مرتاح، لأنه الخوذة أو تكون
يطير الخوذة في كل لحظة مشكل بالنسبة لجمالية كما قال عمر جمالية المنازلة. كان هي كانت شوف الجولة الثانية كانت بدأت يعني يتغيروا أداء يعني طرفين كانوا متخوفين في الجولة الأولى نعم فوز خربوش في الجولة الأخيرة شوفوا كل مرة يعني كيفاش يقول الكاسك كان واضح الراس كل مرة يطير يعني من كيفاش يقول من راسه هذا يأثر عليه نفسيا يأثر على الرياضي ومن المطلوب كان فيه بعض التخوف كمان كمال ونس كان فيه بعض التخوف بالنسبة لمواجهة خربوش شعيب وعبيبسا اسماعيل خاصة من أجل الظفر بالمكان القار مؤقتا في المنتخب الوطني نفس الميزان مش يعني مستحيل أننا نأخذ أو نرشح رياضيين في نفس الميزان في منافسة دولية لا يكون واحد يعني يكون مثل الوزن اللي يكون فيه على سبيل المثال خربوش شعيب الوزن 68 كيلوغرام نعم. هو يعني أحسن اليوم زاد أكد مكانه هو بطل الجزائر يعني كل مرة هو يصعد منصة التتويج يعني التتويج هو معروف به نعم. وعنده يعني هدفه هو باش يحقق الميدالية الذهبية في البطولة هذه اللي راح تكون إن شاء الله في المغرب. إلى الاختصاصات التقنية والكوين باستعمال خنجرين نعم وهو سونغ داو فاب وهو اختصاص خاص بالسيدات فقط. نعم اختصاص سونغ داو فاب هو اختصاص السيدات ودائما يكون يعني دائما هذه الرياضية هذا قندول في الروجة من سبورتينغ فريحة سبورتينغ تحية فريحة. لكل رياضي سبورتينغ فريحة من ولاية تيزيوزو لحاضرين بقوة اليوم نعم هذه دائما الرياضية هذه دائما تنشط النهائيات خاصة في هذا الاختصاص ضد نشوف يعني كثير من المرات النهائيات نشطها ضد الرياضية الخراز هاجر اللي هي نعم. بطلة العالم في هذا الاختصاص يعني شيء جميل ويشرف ولاية تيزيوزو وتحية من خلال لكل ممارسي رياضة فوفينا في دولة ولاية تيزيوزو نعم إذا قندول فروجة من نادي سبورتينغ فريحة كلب إذا في أداء تقنية سونغ داو فاب أو الكوين التقني باستعمال خنجرين قصيرين وصغيرين ويطلب الدقة والسرعة يعني حتى الجانب مش نقول الجانب الجمالي يلعب دور لانه والدقة ايضا نعم الدقة خاصة انها ماسكة سكين يعني ماسكة سكينين في نفس الوقت بالتالي هذا يطلب دقة يعني اي تعثر او خطأ يعرضها الخطر يعني كما يقولوا غير معين اي اصابه هذا اداء قندول فروجه من سبورتينغ كلوب فريحه تيزي وزو لتنافس على الميداليه الذهبيه مع الرومانيا سيوباتارو اقول من رومانيا لتنتظر الضوء الاخضر او اشاره من الحكام لدخول البساطه نشوف رياضية من رومانيا نعم. وهذه الرياضية دي يعني معودة معروف عليها تنشط تلعب أدوار نهائية كل مرة يعني لاحظ تكون تنافس خاصة الرياضيات نعم إذا سيو بوتارو مؤخرا هي كانت شاركت في البطولة الأوروبية وعلى ما أظن كانت نالت على الميدالية الفضية ضد نعم. الرياضية من إيطاليا إيطاليا قلنا كنت ذكرت قبل قليل أنه المنتخب الإيطالي معروف كثيرا بسيطرته على مختلف الاختصاصات التقنية عكس الاختصاصات المنازلة المنتخب الإيطالي ما يحبش كثير المنازلة كل صراحة أنا تكلمت مع المدربين تكلمت مع رئيس الاتحاد في البطولة العالمية مؤخرا طرحت عليه سؤال لماذا الفريق الوطني الإيطالي ما يشاركش في المنازلة اختصاص منازلة هو يعني كلمني كل صراحة قال لي نفضل نشارك اختصاص تقني لأنه نعرف يعني مستوى رياضينا وقادرين يقدموا المستوى المطلوب منهم ويمثلونا أحسن تمثيل يعني قنعني بكل صراحة كل واحد عنده اختصاصه المفضل وفي أداء سيو بوتارو أداء أنا أشوفه سرعة يعني مقارنة بالرياضية في فندول
قندول الروجة، ولكن فيه عدة حركات، نعم حركات خاطئة غير فيه خاصة مشكل التوازن، ليكيليب التوازن كانت هنا يعني، لكن عندها ليكيليب عندهم باش النقاط الحكام هما عند يعني عندهم شو نقولوا في الاخير ينقصوا لهم النقطة على هذا التوازن لمس الخنجر اللي كل مرة توازن أربعة بالنقطتين تنزع في الآخر، نعم كانت مرة واحدة تشير إلى أنه الحركة، لكن هذا ما يمنعش أخذ فيها. إذا سوف نرى المجموع نشير إلى أنه الحركات التقنية يحكمها قضاة هم درجة رابعة ثالثة فما فوق، جلودي عثمان من الجزائر، هشام أيضا بالعيش من الجزائر، فيه الحكم الروماني من أو رومانيا، وفيه أيضا الحكم الجزائري ذكرني باسمه قرياتي محمد بوعلام بالعيش هشام ومن رومانيا، ونشوفوا أيضا من بلجيكا هذا نعم الجزائرية. والميدالية الذهبية في هذه التقنية عادت للرومانية أمام قندول فروجة، الرومانية سيوبوتارو أقول رياضية من الفريق الروماني، كانت هي التي حصلت على أكبر عدد من النقاط مقارنة بقندول فروجة من نادي سبورتينغ فريحة، وتتواصل دائما فعاليات هذه الدورة الدولية الأولى لمدينة الجزائر بالقاعة البيضاوية وسط هذا الحضور الكبير لآونا جميل جدا هذه البراعم وهذه الفئات الشابة، رجال الغد ونساء الغد هم رجال وسيدات الجزائر حاضرين بقوة في القاعة البيضاوية، يعني خاصة أنه نهاية أسبوع يغتنمون الفرصة فرصة التواجد هي نهاية أسبوع في نفس الوقت هي فترة الامتحانات نعم لهذا نعم هذا شيء فترة الامتحانات ورغم ذلك الجمهور لأن الرياضة كمل الناس الرياضة أبدا لا تقف أمام هي مكملة التحصيل الدراسي الجيد، ولكن فقط الإنسان يعرف كيف يمشي أو يسير الوقت وكذا الممارسة ممارسة الرياضة. إذن على المنصة منصة التتويجات الخاصة باختصاص المنازلة أقل من 68 كيلوغرام المرتبة بطبيعة الحال دائما في التتويج الأستاذ محمد جواج وكذا الوالي المنتدب للشراقة المكان أو المركز الثالث كان تقاسم كل من بريتي الحسن وكذا قداش محمد سعيد من كود أو قداش محمد سعيد من الجزائر وبريتي الحسن من كود ديفوار المرتبة الثانية عادت لبوعبيبسا بوعبيبسا المرتبة الثانية نعم وكان سبب لقب خربوش شعيب والمرتبة الثالثة كانت للإيفواري نعم المرتبة الثالثة تقسمها الإيفواري وكذا الجزائري نعم. إذن دائما في وزن أقل من 68 كيلوغرام والميدالية سلمت من طرف رئيس الاتحاد الجزائري والاتحاد الافريقي محمد سواد وكذا ايضا رئيس الاتحاد الاوروبي ماكوفي لويل هو روماني الاصل نعم روماني الاصل ومن جنسية رومانية ايضا الوالي المنتدب والوالي المنتدب للشراقة مدينة الشراقة في طبيعة الحال اذا هنيئا للمتواجدين هنيئا ايضا للجزائر هذه الميدالية الاولى لخربوش شعيب الذي يؤكد مرة اخرى انه صاحب هذا المكان اختصاص. الاول فيها اختصاص وهذا نعم الوزن نعم 68 كيلوغرام ايه لانه المشكل بوعبيبسا انه غير الميزان لا شفت يعني فرصه عشت الرياضي كنت لاحظت مقبل قبل التصفيات الرياضي هذا خربوش شعيب خسر ميداليه ذهبيه في الدوره في التصفيات الصباح كان المدير التقني كان يطالب فيه انه ما يشاركش في النهائي لانه نعم. كانت عرض الاصابه هو سر
صالح ندخل نشارك ونحقق لقبي. قال ما تمنعنيش يا استاذ خليني نشارك. انا يعني ما تمنعنيش نشارك في اول دوره في بلادي. نعم شيخ عمر سنتعرف لماذا ألح شعيب على المشاركه في هذه البطوله. الكل كان طالبك بانك لا تشارك بسبب الاصابه، لكن ألحت. نقدروا نعرفوا السبب؟ طبعا السلام عليكم الرياضي خربوش شعيب بطل العالم في وزن ناقص 102 كيلوغرام. باش تجي تورنوا كيما هذه وتراطيها في بلادك، وانا جامي شغل لعب تورنوا كيما هذه في بلادي، يعني واش نقول لك، يعني تاثرت بزاف باسكو انا انجليزي وريسكيت عليها. بارك الله فيك. وبصح علاه ريسكيت؟ باسكو ما نحبش نطلع دوزيام كاع، نحب الرقم واحد نحب. اليوم وطني غدوه العالمي نفس الشيء رقم. باسكو هذه يعني تسبق البطوله الافريقيه، ان شاء الله نحافظ على اللقب تاعي ونكون عندنا عند حسن ظن المدربين. يعني بارك الله فيك. اولا نوع الاصابه، وثانيا كيفاش تحضيراتكم الى البطوله الافريقيه؟ الاصابه يعني جات مع الخصم الايفواري اللي هو يعني معروفين هما بالقوه والبدنيه والدفاع البدني، والحمد لله يعني جريتها ودرت الوسمو يعني الاجراءات مع الاطباء وين ما خلونيش ندخل. بصح لحيت وين ندخل وجبت الحمد لله جبت الميداليه الذهبيه. ان شاء الله احنا نستحقوها في البطوله ان شاء الله. بارك الله فيك يعطيك الصحه. ان شاء الله يعقوبك بضافريك ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا عمر. دموعه غاليه خربوش شعيب لانه ميداليه جات بعد تعب، وقلت يعني اصبت يا عمر بعد الحاح كبير. لا يعني في نفس مثل هكذا منافسات، يعني الامور انك تشارك في وطنك امام جمهورك يعني وتضيع ميداليه ذهبيه او تضيع النهائي، يعني امر شويه صعب بالنسبه لرياضيه النخبه خاصه. نعم عمار، اذا كان هذا مع خربوش شعيب صاحب الميداليه الذهبيه في وزن اقل من 68 كيلوغرام، وعلى البساط تقنيه لونغو كوين فردي لصنف الرجال. اذا اول المشارك الذي نرى استعراضه الان على البساط فرانشيسكو برينيديلا من ايطاليا. والنهائي الوحيد الذي لا تشارك فيه الجزائر. نعم عمار، وغريب جدا لانه الجزائر متمكنه في هذا الاختصاص، ولكن هذا نعم عندما يكون فيه دوره دوليه دائما فيه مستوى، فيه ايضا تحضيرات، فيه ايضا المشارك الثاني بعد فرانشيسكو برينديلا من ايطاليا ياتي او يدخل. شوف التمرير البطيء لاداء فرانشيسكو مخرج القنصل الرائع يعني ياسين السادات. شكرا لياسين السادات. المصري لاول مره محمد ربيع الشربيني من مصر جمهوريه مصر الشقيقه هو اداء دائما تقنيه اللونغو كوين. الرياضي محمد ربيع شربيني هو من دولة مرسل، هو كان مخرط في مسابقة في إحدى أندية في إيطاليا وكان يشارك باسم أندية من إيطاليا النادي الله يعني ما عنديش اسمه، ولما يعني انتقل لدولته الأم دولة مصر أو يعني أصبح يمثل. كان يمارس في إيطاليا بسبب الدراسة كان يدرس في إيطاليا، لهذا كان ما حبش هو فضل انه يكمل في مسيرته باش لكي ما يتوقفش. واداء الشربيني احسن بكثير من اداء فرانشيسكو. بالنسبه للسرعه نشوف السرعه كان هذه النظره يعني اسرع منه. نعم اسرع، لكن كان يقدر نقولوا اداء احسن من فرانشيسكو. نعم من ايطاليا. لا ولكن القرار ليس القرار لن نصدره نحن يا شيخ كمال والناس، لانه فيه قضاة مختصين في الاختصاصات التقنيه لاعطاء او لاصدار الحكم، وايضا قرار لجنه التحكيم. المرتبة الثالثة في لونغو كوين أو في تقنية لونغو كوين عادت إلى الإيطالي ستيفانو ماغاليتي من إيطاليا دائما. وفرانشيسكو في المركز الأول بفارق نقطتين فقط. فرانشيسكو مركز أول وميدالية ذهبية. نعم شيخ كمال، أداء فرانشيسكو مع محمد ربيع
كان اداء محمد ربيع كان يعني فيه السرعه، لكن كانت فيه بعض الاخطاء التقنيه، وفرانسيسكو ما عداش السرعه، ولكن حتى شفت بعض التقنيات كانت، انا اشوف الصوره كانت نوعا ما لاحظ هنا اختصاص هذا لونغو كوين، التقنيه كانت خاطئه على كل حال. لونغو كوين بالمعنى يعني بالمعنى الدرجه هي تقنيه التنين هكذا، التنين نعم تيجر ودراغون، خلط بين التنين يطلب السرعه والقوه في نفس الوقت، لهذا شفنا اسرع منه محمد شربيني. لونغو كوين هو الخلط، يقول لك التقنيه التي تجمع بين خفه التنين وقوه النمر او الاسد او هذه الحيوانات القويه، يعني يجب ان تتوفر على السرعه وعلى الدقه وعلى ايضا القوه في نفس الوقت. ميداليه ذهبيه في لونغو كوين عند الرجال الفردي عادت لفرانسيسكو من ايطاليا، والان المنازله عند السيدات ووزن اقل من 65 كيلوغرام. هنا ايضا سوف نحضر منازلة بين جزائريتين في الأصل، على الصورة بالخوذة الحمراء مقلات ويزا اللي كانت أيضا تمارس في رابطة ولاية تيزي وزو ثم رابطة الجزائر، وانتقلت للدراسة إلى بلجيكا وانتدبت هنالك من طرف نادي بلجيكي. اليوم تشارك مع أو مع الوفد البلجيكي، سوف تواجه زريق أمال من الجزائر. إذا هذا ليست نهائي شيخ كمال والناس، هو نصف نهائي، لأنه المنازلة الوحيدة التي لم تصل إلى النهائيات أو الميزان الوحيد الذي لم يصل إلى المرحلة النهائية. يعني مقلة ويزا جزائرية يعني تأهلت للدور النهائي، في سوف نرى في الدور النصف نهائي أو الدور يعني الرابح من هذه المنازلة يواجه ينافس على ما أظن الرياضية رحماني هي نادي ميلان ليبوروبا. إذا على الصورة أداء مقلة ويزا من بلجيكا، وكذا زريق أمل من الجزائر، الزريق التي تظهر بالخوذة الزرقاء. إلى حد الآن مقلة ويزا كتلك المصارعة الجزائرية لم نشاهدها، كانت هنا مع المنتخب الجزائري، كانت تبدأ المنازلة بقوة. نعم أول نقاط تسجلها في أول ثواني المنازلة. نعم ويزا معروفة وكانت كانت يعني تحصلت على الميداليه الذهبيه، وهي معروف عليها هي يعني كما نقولوا تحب تنهي المنازله في ظرف زمني قصير، يعني خاصه في الجوله الاولى، معروف عليها بالقوه خاصه، وهي عندها القاب كثيره في المشوار الرياضي، وانتقلت لما انتقلت لبلجيكا، هي راهي مقيمه في بلجيكا. اليوم راه نشوفوا الاداء اللي معروف عليها، يعني القوه معروف بها الرياضيه هذه مقلة ويزا، وهي نقطه واحده. نعم فارق نقطه واحده. نعم مقلة ويزا وزريق امل في نصف نهائي وزن اقل من 65 كيلوغرام سيدات. ما زلنا دائما نعيش واياكم مشاهدينا مجريات كل او مجريات اقول المنتهى الدوره الدوليه الاولى لرياضه البوفينا بيدوداو هنا في مدينه الجزائر. اليوم اليوم الاول، وتكتمل بقيه النهائيات غدا بحول الله دائما بالقاعه البيضاويه. مقلة ويزا على الصوره بالخوذه الحمراء في منازله لاقتطاع تأشيرة المرور إلى الدور النهائي في وزن أقل من 65 كيلوغرام. إلى حد الآن نقطة واحدة فقط في رصيد مقلة ويزا كمال والناس لكي تمنح النقطة، سواء الضربة بالضربة المباشرة باليد أو بالرجل، يجب أن يوافق عليها ثلاث حكام في ظرف في نفس الوقت في ظرف على ما أظن ثانيتين، لا يتعدى ثانيتين. نعم لأنه شفنا حركة قد يتأخر الحكم ولكنها ليست مسجلة. نعم
وعلى كل حال هما الحكام هما راهم يشوفوا عن قرب الضربة لكي تحتسب لازم تكون فيها نوع من القوة، لهذا شفنا الضربة ما كانت متكسبة ما فيهاش فعالية. نعم، إذن جولة أولى كانت لصالح مقلة ويزا ولكن بفارق صغير جدا، وعلى ما أظن سوف تنسحب، على ما أظن يعني أبجدية اللعبة تنسحب زريق أمال بداعي الإصابة أمام مقلة ويزا من بلجيكا. إذن كل أريحية يعني. لا لم يعني ما شاهدناش مستوى اللي كنا ننتظر فيه خاصة من الطرف الرياضية مقلة لويزا بكل صراحة. مقلة لويزا لم نراها في المنازلة، وكذا زريق أمال لم نشاهد المستوى الذي كنا نطمح، خاصة مع مقلة لويزا كنا حابين نقوم بمقارنة لمستوى مقلة لويزا بين ما كانت هنا وهنالك، لأنه المنتخب البلجيكي أيضا هو منتخب أو كل الفرق البلجيكية لا تعتمد بالدرجة الأولى على المنازلات، ومقلة ويزا تحب المنازلات. بالنسبة للفريق البلجيكي هو أيضا يعتمد على الاختصاص التقني، لكن مؤخرا شفنا فيه عناصر مشاركة البطولة العالمية في اختصاص منازلة خاصة في الوزن، يعني الوزن الخفيف ناقص 60 كيلوغرام و 64 كيلوغرام، وكانوا يعني قدموا أداء رائع وحقوا ميداليات مؤخرا في البطولة العالمية. ونشوفوا مقلة لويزا بكل صراحة أنا كنت منتظر يعني المستوى اللي كان معروف بها خاصة سنة 2011 اللي يعني بهرت كل الخبراء وكل المشاهدين في البطولة العالمية بفيتنام، كانت تقدم مستوى اللي يخليك كما نقول بالعامية تستمتع أو تمتع. نعم، إلى اختصاص آخر من بين اختصاصات التقنية المبرمجة لأمسية اليوم، الأمسية الأولى من الدورة الدولية لمدينة الجزائر للفوفينان فيت فوداو، العصا الطويل أو توتون فاب، يعني هو كاتا يستعمل فيه الرياضي العصا الطويل. وتراوري إسماعيل فرايد من كوت ديفوار من ساحل العاد في هذا الاستعراض، ومؤخرا شارك في التربص اللي كان مع الفريق الوطني الجزائري هنا السودانية، وكان يحضر كثير هذا الاختصاص هذا لأنه هو يفضل هذا الاختصاص بونك فاب في العصا الطويل، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله. نعم، تراوري إسماعيل فرايد من كوت ديفوار في هذا الأداء، أداء تقنية توتون كونفاب كومبان أو تقنية الكتا باستعمال العصا الطويل، سوف يتنافس مع أيضا أحد ممثلي الجزائر في هذا الاختصاص مشقق أسامة، هو بطل عالم في اختصاصات التقنية وكذا اختصاصات المنازلة. مشقق أسامة شمال لوناس كان غاب نوعا ما بداعي الإصابة في بداية الموسم الماضي أقول، والآن العودة كانت عنده إصابة كانت منعته على مستوى الكتف يعني أثرت عليه وخلتوش الموسم اللي يعني الموسم السابق ما خلتوش يشارك في المنافسات سواء الولاية والوطنية، هذا لكن هذا ما منعش عاود يعني كان رجوعه قوي، واليوم حتى هو راه موجود مع الفريق الوطني، وهو معروف في الوزن ناقص 82 كيلوغرام هو بطل عالمي وكان نائب بطل عالم سنة 2017 وعنده يعني أهدافه ومن ضمن أهدافه يحقق اللقب العالمي إن شاء الله. وفي تقنية توتونغ فاب أو تقنية العصا لأول مرة في موعد دولي، إذا كان أداء تراوري إسماعيل فريد من كوت ديفوار من دولة كوت ديفوار يتنافس قلنا مع الجزائري مشقق أسامة من وينشط في نادي أولمبي بوروبا وعضو أيضا فاعل وفعال في المنتخب الوطني الجزائري لرياضة الفوفينان فيت فوداو، المركز الثالث في تقنية العصا الطويل، عادت إلى الإيطالي ستيفانو مالاتاغراتي من إيطاليا. أداء مشكل أسامة من الجزائر. شنيني موسى
باللباس الأزرق، الشيخ أنور باللباس الأحمر. تقنية البونك فاب رفيق تطلب يعني جهد كبير كبير، لأنه التقنية هذه اختصاص يعني خاصة بالمستوى العالي. لهذا نشوف درجة ثالثة، حزام أصفر درجة ثالثة. نعم، حزام أصفر درجة ثالثة هو اللي عنده الحق يعني في برنامج التعليم يحق الرياضي درجة ثالثة يحضر التقنية في البونك فاب. نعم، قلنا أنه مسجد أسامة للمنافسة مع تراوري إسماعيل فرايد من كوت ديفوار من أجل نيل الميدالية الذهبية وللعلم الأخ رفيق. نعم، المشقق أسامة كان غاب كثير على الاختصاص هذا، يعني عنده كثير ما شاركش في هذا الاختصاص. قلت أول مرة نشوفه في الاختصاص مثل هذا في مواعيد دولية، حوالي 3 سنوات ما شاركش في هذا الاختصاص هذا أول مرة. نهاية العرض كان فيه خطأ، ليس خطأ ولكن خلل في الاتزان. شوف كمان، نعم كان فيه خلل ودوكو شوفوا الحكام مع المخرج. نعم، دائما ياسين السادات يزودنا بهذه التمريرات البطيئة. يعني هنا كانت فيها مفيش خطأ، خطأ مفيش ولكن خلل في التوازن عند التوازن أثر نوعا ما. والمركز الأول عاد لي كما قلنا، يعني كنا يعني العين لما نشاهد على المباشر تحكيم واضح، 5 قضاة يمنحوا كلهم نقطة من أجل وتحذف أكبر علامة وأصغر علامة. المرتبة الأولى في تقنية الكوين بالعصا الطويل عادت للتراوري إسماعيل فراهيد من كوت ديفوار. المركز الثاني عاد لمشقق أسامة من نادي أولمبي بروبا من الجزائر. والمرتبة الثالثة عادت لستيفانو مالاغاتالالي من إيطاليا. وعلى المنصة أيضا يتوج رياضيو تقنية اللونج كوين فردي بالنسبة للرجال، بينما على الفصاد سوف يتم استعراض تقنية لونج كوين حسب الفرق. والتواجد هنا جزائري 100% بين ثلاثيين جزائريين، كل من أقول وهاب فارس دالي أكلي والونس سليم عبد العزيز على الصورة. أول ثلاثي يؤدي تقنية لونجو كوين ولكن جماعي، والمعروف أن تقنية لونجو كوين جماعي هي المعنية بالمنافسة الدولية. نعم، هي ضمن برنامج الاتحاد العالمي. الاتحاد العالمي، وهذا الفريق فريق الأمن الوطني هو كل مرة ينافس أو ينشط نهائي نظيره أو فريق أولمبي بروبا، هو يعني أصحاب اللقب في اختصاص لونجو كوين. ثلاثي من الجمعية الرياضية الوطني الوهاب والناس ودالي أكلي، يعني هم معروفين في هذا الاختصاص. حتى الفريق نادي أولمبي بروبا أيضا عندهم مستوى، دائما هم منافس شرس لهم. نعم، التنافس سوف يكون تنافس كبير بقوة. نعم، ولكن انت على رأس العارضة التقنية الوطنية، تخير ثلاثي فقط واحد في المشاركة للبطولة الإفريقية. قلنا المنتظرة بالمغرب نهاية ديسمبر كان أداء الثلاثي الأول، ودائما بالمقابلة وعلى جنب البساط تسليم الشهادات وكذا الميداليات الفضية والذهبية وكذا البرونزية بالنسبة للمتأهلين والمتحصلين على المراتب الأولى في تقنية لونجو كوين فردي لدى الرجال. إذن الثلاثي الأول كان من الجزائر وهاب فارس وذلك أكلي والوناس، والثلاثي آخر دائما في النهائي من الجزائر يتقدمهم بوجوجو بشير في الوسط، مشقق أسامة على يمين الشاشة، وكذا بالحاج جلالي مغراوي عبد الحق على يسار الشاشة. لونجو كوين جماعي، والمرتبة الثالثة في هذا الاختصاص عادت للفريق الإيطالي ماكو. نعم، مازا فرانشيسكو وستيفانو. نعم، دائما يكون فيه مستوى متقارب
بين الفريقين سواء الامن الوطني او اولمبي بوروبا. لهذا انا سبقت تكلمت قلت دائما كاين منافسه كبيره تجمع ما بينهم. والتحكيم سوف يكون على الجزئيات هكذا؟ نعم الحكم هو يعني راح يتبع عنده الجزئيات خاصه العمل الجماعي والجانب الجمالي لانه هم معروفين ابطال السرعه والقوه يعرفوا اللي هي مطلوبه. نعم هذا كل الجزئيات راح يخليهم. نعم وبعد جمع كل النقاط من طرف طاولة التحكيم الرئيسية قلنا أنه في خمس قضاة يتم أو يقومون بالترتيب أو بتحكيم المرتبة الأولى في تقنية لونغو كوين حسب الفرق. عادت لنادي الأمن الوطني لثلاثي وهاب فارس دالي أكلي والوناس سليم عبد العزيز. الثلاثية الثاني تحصل على المرتبة الثانية بوجوجو بشير مشقق أسامة وكذب الحاج جلالي مغراوي عبد الحق. المرتبة الثالثة دائما في تقنية لونغو كوين كانت عادت للفريق الإيطالي ثلاثي كل من ماكو مازا فرانسيسكو وستيفانو ميغاليتي من إيطاليا. والآن نفتح المجال أو ننتقل إلى المنازلة والصنف المنازلة فئة أقل من 64 كيلوغرام. أيضا هنا النهائي سوف يكون جزائري. قلنا أن الجزائر في رياضة الفوفينا في الضوء دائما تفرض وتقول كلمتها في الأداءات المنازلة أكثر منها تقنية كما للناس. نعم على ما هذا يعني هذه الصورة هذه تدل على أنه الشباب الجزائري أو الرياضيين الجزائريين عندهم يعني مستوى اللي يخليهم دائما ينشطوا النهائيات. إنه خاصة في الوزن ناقص 160 كيلوغرام كانت فيه مشاركة كثيرة للدول صفح لأنه وزن معروف في 64 كيلوغرام فيه كثير شباب أصحاب الوزن الخفيف في الشرق. على الصورة شنيني موسى من نادي الأمن الوطني بالخوذة الحمراء. على يسار الشاشة شيخ أنور دائما من الأبهة أو نادي الأبهة راس الواد ولاد برج بوريريج. كمال الوناس برج بوريريج وبالتحديد راس الواد هي منطقة رياضية بالدرجة الأولى أنجبت أبطال كثر في كل الاختصاصات على رأسهم ألعاب القوى. يعني منطقة رياضية بامتياز وكل الأمور موفرة هنالك لممارسة الرياضة. تحية خاصة لكل سكان رأس الواد والأبطالها في العدو الريفي في أيضا أم الألعاب ألعاب القوى. مؤخرا أخر رفيق يعني ولايه البويره وفريق راس الواد فرض نفسه. نعم كل مره نشوفه ينشط نهائيات وشفناها كان اللي كانت منقوله يعني عن مباشر النادي الابها نادي راه يفرض في نفسه وما يخفالكش ايضا حتى في الرياضات الاخرى مثل المصارعه فريق يعني مدينه راس الواد كلها تشوفوا ضربه كانت ضربه قويه جميله جدا من طرف انور شنيني موسى كان ألحق بالضربات المباشرة عن طريق اليد ولكن السقوط والضربة المباشرة بطريقة الرجل كانت من الرياضي أنور شيخ. إذن المنازلة إلى حد الآن لصالح أنور شيخ من أبها شنيني موسى شنيني موسى موسى من الأمن الوطني بالأمن الوطني بال بالواقي الأزرق. نعم وبالواقي الأحمر هو من نادي راس الأبهة الأبهة ببرج بوعريريج. إذن دائما منازلة صاحب صاحب الخوذة الزرقاء شنيني موسى من نادي الأمن الوطني يكمل المرحلة الأولى بتفوق طفيف فارق نقطة واحدة شنيني أسامة موسى عفوا أيضا من بين الرياضيين اللي برزوا مبكرا على الساحة الوطنية واقتطع التأشيرة أظن إن لم تخن ذاكرة
كمالوناس في مجريات البطولة الإفريقية هنا بالجزائر. كانت أول مشاركة رسمية وظهر فيها شنيني منافسات وطنية، هو أول مرة يلتحق بالفريق الوطني من هذا الوزن ناقص 64 كيلوغرام، لأنه مؤخرا خاصة في هذه يعني السنوات الأخيرة كان يعني دائما يحافظ على دائما يحقق يعني النتيجة اللي كانت كما قلت هي من أهدافه المرتبة الأولى، هو صاحب التتويجات كل مرة. نعم. لهذا خلى يعني خلى يعني المدربين والجهة التقنية شارك في بطولة العالم هنا بالجزائر 2015. ما شاركش شنيني موسى، هي ان شاء الله كان عنده كانت له دعوه من طرف الناخب الوطني، واليوم راهو ضمن الفريق الناخب الوطني اللي هو المتحدث كمال الناس. نعم احنا كانت وجهنا له دعوه لانه دائما يؤدي المستوى المطلوب، وهذا هو المستوى اللي احنا يعني نعتمد عليه. ولكن المكان في المنتخب الوطني يجب يحافظ عليه. نعم. بالاداء وبالحفاظ على، لانه في الفوفينا فيت وضعوا كمال الناس الرياضيين نخبة غير مستثنين من تصف من الأدوار التصفوية في المنافسات الوطنية ولا الولاية. مش دائما احنا نشوفوا المستوى يعني اللي قدموه رياضيين الفريق الوطني، لانه احنا نطلبوا منهم او حتى الاتحادية الجزائرية تطلب من الرياضيين هذول انهم يشاركوا في كل منافسات سواء ولائية او وطنية، حتى الدورات مثل الجائزة الكبرى لمدينة الكاليتيوس اللي كانت كل سنة تنظم كأس السفير، كل دورات لهذا من اجل يعني الحفاظ على ألقابهم والحفاظ على المستوى. نعم. البدني والمستوى التقني ايضا الاحتكاك يعني يلعب دور كبير، لانه لما يكون رياضي عنده نقص المنافسه هذا راح ياثر وما راحش يقدم لك المستوى المطلوب شيء جميل، لانه فيه بعض الرياضات وبعض الاختصاصات يستثنى المنتخب الوطني من الادوار التصفويه الى غايه بلوغ الادوار المتقدمه من المنافسه. في العكس في الفوفينا العكس في الفوفينا مطلوب من الرياضي انه يدري يشارك حتى في التصفيات والتمهيدية. نعم حتى في التصفيات يعني الادوار الاولى الى نهايه المنافسه. اذا فوز شنيني لانه موسى نعم شنيني موسى امام انور الشيخ من نادي الابهه برج باريريجا الاسود. اللي كان فوز مستحق وكان فوز مرتقب من طرف شنيني موسى. نعم. وكما سبق وتكلمت انسحاب من نعم تعرض لإصابة. شوف الرياضي حتى الطبيب هو اللي يقدر يعني يوقفه او المدرب هو اللي يقدر هو صاحب القرار يعني يرمي المشافة. وهنا نعود الى عمر اللي كان قال انه بداية الموسم وكثرة عندما ما يكونش فيه تحضير جيد يكون فيه كثرة الاصابات. بالطبع رفيق امور متعارف عليها خاصة بالنسبة لعناصر النخبة، نعرفوا موسم طويل منافسات كثيرة يعني تحضير بدني شاق إصابات كثيرة، لكن في بعض الأحيان المصارع لما ما يحافظش على الريتم المنافسة وما يحافظش على رتم القتال، ما يحافظش على رتم التدريب الرجيم المستحق، أمور كلها ربما تؤثر على خاصة بداية موسم بالنسبة لرياضيين النخبة اللي تنتظرهم نقدر نقوله بطولة إفريقية موعد دولي هام وهام جدا. نتمنى أنه خاصة المدرب الوطني يأخذ هذا بعين الاعتبار. عمر بطولة إفريقية في بداية الموسم لا هي أمور عادية بالنسبة للمصارعين، نعرفوا أنه اليوم المدرب الوطني وحتى المدير الفني عنده برنامج مسطر برنامج سنوي يحضر الرياضيين من بداية الموسم، في حتى في فترة الفراغ يكون عند كل رياضي النخبة برنامج تحضيري يعمل عليه طوال الموسم. نعم عمر شكرا. إذا عودة إلى البساط والأداءات التقنية الخاصة بالسيدات، الدفاع الذاتي الخاص بالإناث، مهاجم او ضد مدافعه، المدافعه هي اللي تلعب دور البطل في هذه البطل وبهلاوه سونيا وسينيغري ايوب من اولمبيك بوروبا. نعم. اذا هما ابطال سبقوا ان شرفوا الجزائر ومعروف يعني حركات جميله، حتى هذا الاختصاص هذا يطلب كثير الجانب الجمالي بدون ما باستثناء ان نتكرر يعني التقنيات الصحيحه. إذن بوهراوة سونيا
هي التي سوف تنقط على أداء المنازلة المنظمة وليس سينيغري أيوب. سينيغري يرافقها في أداء التقنيات بطبيعة الحال، تقنيات كلها مسموحة بالإضافة إلى إضفاء الجانب الإبداعي والجانب الجمالي بالنسبة للمنازلة المنظمة، واستعمال أيضا شيخ كمال كل أنواع الأسلحة البيضاء الممكن استعمالها من أجل إنجاح هذا أقول هذا الاختصاص. نعم هو مسموح كل يعني كل يعني كيف نقول أسلحة تقليدية تستعملها، لأنه أيضا حتى نشوفه هنا هي لوحة فنية بالدرجة الأولى فيها تقنيات مختلفة، فيها تقنيات مختلفة وتلعب دور من جانب جمالي. شوف الضربة المقصية أيضا مطلوبة ضرورية ضرورية. نعم, نعم. كل التقنيات لا تخلو من الضربة المقصية كمال والناس. نعم خاصة المعروف المنازلات المنظمة في الأخير يعني نقدر نقول هي مطلوبة من الرياضيين يستعمل تقنية الضربة المقصية، لأنها في الجانب الجمالي شفنا ضربات مقصية لما تشوف يعني أي مشاهد أو أي واحد يكون يلاحظ في اختصاص هذا راح يخليه ينبهر، لأنه ضربة مقصية في وسط نعم. اختصاص راح يعطيه هذاك الطابع الجمالي يعني. 267 نقطة بالنسبة لبوهراوا سونيا اللي أدت بمعية سينيغري أيوب من نادي أولمبي بوروبا. التنافس على المرتبة الأولى والميدالية الذهبية سوف يكون مع الإيطالية ريبيكا إيطاليا نعم نعم ريبيكا ريكال كالتي بمعية ماروكو مازا. إذن سوف نرى الفرق الإيطالية معروفة في الأداءات التقنية ومعروفة أيضا في اختصاصات الدفاع الذاتي لا أدري خاصة في الإناثة. نعم سوف نرى المستوى الذي سوف تقدمه ريبيكا على البساط. كل في الفريق الإيطالي سبق وذكرنا بداية يعني النقل المباشر قلنا يعني الفريق الإيطالي يفضل كثير اختصاصات هذه مثل منازلات منظمة يعني السونغليان مثل السونغليان كيم شنو كل مرة يشاركوا نفس الفريق يشارك فيها ومهتم نعم. كثير بهذه الاختصاصات اختصاص تقني وكان نعم. وعنده أيضا كلمته في البطولات الأوروبية وكذا في البطولات العالمية خاصة قلنا في الجانب التقني. ريبيكا ريكال كالتي من إيطاليا بمعية ماركو مازا من إيطاليا. المرتبة الثالثة في هذا الاختصاص عادت لمحمد أو عادت للثنائي من مصر بمعية أقول شربيني محمد ربيع شربيني نعم لكن مش محمد ربيع نعم ما عندناش اسم المتأهلان سوف نطلب من التقنيين إعطائنا وتزويدنا من اسم رئيس لجنة الرياضة على مستوى الضربة المقصية آخر ما في الاستعراض. دائما إذا هذه المنازلة المنظمة بطاري محمد سعيد نائب رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينان بالفوضى. كانت هذه ريبيكا ننتظر العلامة اللي راح من الحكام من إيطاليا ريبيكا من إيطاليا وتنافس مع بوهراوا سونيا أقول مع بوهراوا سونيا في الأداءات الثنائية هي سيلف ديفنس هي دفاع ذاتي خاص بالإناث فيه دفاع ذاتي خاص بالإناث ضد ثلاث أشخاص. المرتبة الأولى عادت لبوهراوا سونيا وسينيغري أيوب. شفنا كان أداء رائع ومقنع للرياضية بوهراوا سونيا بكل نعم. صراحة مقارنة بالرياضية الإيطالية نعم. هذا يعني تستاهل فوز هنيئا لبوهراوا سونيا بمعية شوفوا ما يشرب أيوب. الرياضية الإيطالية الإيطالية غير راضية نعم. نلاحظها من هنا من وراء المساحة المخصصة للمنازلة غير راضية على النتيجة. إذن دائما من الجانب الاختصاصات ونقول دائما أنه على الجانب فيه التكريمات وأيضا تسليم الميداليات بالنسبة للاختصاصات الجماعية لونغو كوين جماعي على الصورة الإيطالي
على الصورة الثلاثي الإيطالي فيما يخص لونغو كوين. الثلاثي الإيطالي كل من ماكو مازا اللي كان شفناه قبل قليل، أيضا فرانسيسكو وستيفانو ميغاليتي في المرتبة الثالثة فيما يخص لونغو كوين حسب الفرق. المرتبة الثانية يظهر أيضا على الصورة نائب رئيس الاتحاد الجزائري لبوفيلان بوفوداو الدكتور مطهري سعيد. مطهري سعيد لينشط كثيرا لتطوير وانتشار ونشر أقول ممارسة رياضة البوفيلان بوفوداو في ولاية تيزي وزو. المركز الثاني كان عاد للمنتخب أو للفريق الجزائري بوربا. مشقق أسامة بوجوجو بشير وكذا مغراوي جلالي عبد الحق، والمركز الأول عاد ل دائما الثلاثي الجزائري بقيادة وهاب فارس على البساط. تقنية المنازلة أقل من أقول على البساط نتابع تقنية المنازلة أقل من 57 كيلوغرام لدى الرجال. سداوي سيد أحمد من وفاق دار البيضاء ليظهر بالخوذة الزرقاء، وكذا شبوب عبد النور من سفير رياضي الجزائر لينشط ببلدية الكنيوس بالخوذة الحمراء. المركز الثالث في هذه المنازلة عاد لسيداني محمد من فوفينام فيتفوداو تجورت دائما الجزائر، منصة جزائرية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. منازلة قلنا لدى الرجال، وإلى حد الآن المنازلة لم أول نقطة نعم سمعناها من هنا، سمعنا ضربة الضربة نعم ضربة مباشرة بالرجل إلى ضربة قوية إلى وسط البطن وفيها نقطة واحدة أو كما يسميها في اختصاص الفيت فوداو النقطة الواحدة مباشرة إلى النقطة الواحدة المحتسبة على مستوى البطن بالأرجل يعني حركة ذاتها. أيضا الحكام اللي كي يحتسبوا نقطة واحدة على مستوى الوجه بالأيدي يعني وبالأرجل على مستوى الوجه تحتسب نقطتين. نعم لهذا تحسب يعني الحكام حسبوا نقطة واحدة. إذا الضربة النقصية ما كانش فيها الواقعية وما كانش يعني إذا دائما المنازلة قلنا أنه فيها تنوع في هذه الدورة على حسب أيضا برنامج الاتحاد العالمي وأيضا الاختصاصات والأوزان المدرجة ضمن المنافسات الدولية. يظهر على إلى حد الآن التفوق لسعودي بلال من وفاق دار البيضاء الجزائر. عودة قوية لوفاق دار البيضاء كما الناس فيما يخص الظهور على نعم عمر تفضل. نقترب من الثلاثي الذي توج بتقني حسب الفرق، وهاب فارس دائما يصنع الحدث، منافسة دائما شرسة من بوجوجو مجموعة بوجوجو يعني وهاب فارس ومجموعته مرة أخرى يأكدوا أنهم مستوى عالي. بيان سور المنافسين تجر اولمبي بوروبا بوجوجو بشير ومغراوي واسامة مشقق. الحمد لله تجر احنا رانا في مام نيفو وغاردين النيفو الحمد لله تجر برومير ان شاء الله تجر نبقى في الريتم هذايا. نقدر نقولوا اليوم ميدالية ذهبية تفتح لكم افاق البطولة الافريقية اللي راح تكون تقريبا على اقل من 20 يوم ان شاء الله. بيان سور هذه راح تشجعنا باش نزيدوا نحضروا بها البطوله الافريقيه وموراها البطوله العالميه ان شاء الله. وكما شفتوا اليوم ثاني زدنا اكدنا الصداره وتحصلنا على المرتبه الاولى وبوروبا المرتبه الثانيه، والمنتخب الايطالي ثاني كان بقوه وتحصل على المرتبه الثالثه والحمد لله. نقدروا نقولوا فريقكم هو تقريبا من بين الفرق اللي اكدت انه تحضير كان في مستوى بدايه موسم. امام المنافس كان قوي ونشكره، كان امام التحضيرات تاعنا كانت قويه ودرنا اللي علينا وربي وفقنا هذا حد موافق ان شاء الله. نعم ويشتد التنافس يا عمار خاصة مع بداية العد يعني على كل حال القائمة مضبطة او ضبطها كمال الناس على العريضة التقنية للمنتخب الوطني.
ولكن الأسماء بالنسبة لكل الرياضيين يبذلوا مجهودات في كل اختصاصات إلى غاية آخر لحظة. نعم إلى آخر لحظة كالعادة. ما يخفلكش أن هنا الدور نقوم به دور محلل. نعم نعم أكيد عمر. نعم أنا نقوم دور محلل، ولكن أنا في نفس الوقت راني ندير في ملاحظات خاصة في الأخطاء التقنية والأخطاء اللي قدموها الرياضيين أثناء المنافسة، وهذا يخليني يعني نزيد نعمل أكثر و بالتوفيق يعني. نعم. تسهر على أداء وتألق المنتخب الوطني كمال الوناس، مشكور على كل المجهودات اللي تقوم بها على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني للفوفينان بيضوداو، وعلى البساط دائما التفوق لسعداوي سيد أحمد من كلمت قلت فريق وفاق الدار البيضاء عنده يعني عودة قوية. نعم حبستك عند لا حبسنا هذا هو الشيء يعني كان المنتظر. وفاق الدار البيضاء يعني ماشي من هذا الموسم، هذا هو يعني غاب شوية كما نقولوا غاب هذا الموسم الفارط هذا، لكن نشوفوا برزوا في المنافسة اللي جرات الوطنية المنافسة الأخيرة. شفنا وفاق الدار البيضاء كانت له عودة قوية وهذا الشيء جميل، والله يعني بكل صراحة نتمنوا لهم كل توفيق. ومشكور رئيس نادي وفاق الدار البيضاء على ما أظن وهاب غانم على ما أظن، يعني مشكور بهذه المناسبة هذا لأنه شفنا جهودات والإمكانيات اللي راه يوفرها للرياضيين وتشجيعهم من أجل تحقيق ألقاب، ونتمنى له إن شاء الله نقولوا إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله. نعم إلى حد الآن التفوق دائما للرياضي سعدودي دائما بالخوضة الزرقاء يظهر أو مكانه على الشاشة على يمين الشاشة نشوفه على الصورة. نعم سعداوي هنا سيد أحمد يظهر بعض التعب للرياضي سعداوي، لكن ما شاء الله من الفوز على خصم. نشوف فارق نقاط كبير خمس نقاط. أنا لاحظت شيء آخر عند أو عند دكة التوجيهات بين كوتش. نعم شوفوا جمال سيف الدين وبطل عالمي وبطل إفريقي، وكذا أيضا زيدان الهاشمي زيدان مخلوف أقول لك الهاشمي زيدان يعني صح. الهاشمي هو اللي نشوفوه الآن على الصورة هو جمال سيف الدين. جمال سيف الدين نادي السفير الرياضي حتى. نعم السفير الرياضي مدرسة كبيرة. نعم وخرجت أبطال. نعم هاي مؤخرا الرياضي اللي برز وكما يقول لك بهرنا الرياضي بالرحال عبد الحميد في الوزن ناقص 72 كيلوغرام سيطرة تامة في الوزن ناقص 72 كيلوغرام. نادي السفير الرياضي مش رغبة مختص في تكوين النشأ في رياضة الفوفينا بيضوداو. نادي الله يقوموا بدور كبير كما نتبعوا. نعم رئيس نادي سفير رياضي عيرش عبد الملك يعني يقوم أدوار كبيرة من أجل تكوين الرياضيين مثل جمال سيف الدين وبالرحال وغيرهم كثير من الرياضيين ومثلوا نقولش النادي نقولوا الجزائر. نعم نعم أكيد كمال، ويبقى دائما الأساس في كل هذا هو التكوين. وأيضا أنا أفتخر أنه عندما أقول أنه هذه الرياضات نجحت في جمع أكبر عدد من الرياضيين والرياضيات خاصة في الأحياء الشعبية، توافقني عمار أم لا؟ بالطبع رفيق حتى. نعم. على المستوى العالمي نعرف الأحياء الشعبية مثلا في كوبا الملاكمة. نعم. في اليابان تصور أنه في اليابان الكاراتي مهد من الرياضات. نعم. لكن لا يعتبر الرياضة الأولى في هذا البلد. نعم. يعني أمور تبقى أنه في بعض الأحيان أنك ليس أنك أنت الذي أنشأت هذه الرياضة أو كنت الفونداتور تها ليس بالأمس أنك أنت البطل أو أنت الذي لك شعبية. نعم. كبيرة. نعم. اليوم الفوفيتنام فيتفوضو ينافس الكاراتي ينافس الجيدو ينافس الكينكو رياضات سبقته بسنوات وسنوات. لكن نقدر نقول اليوم حسن التسيير هذا محمد جواج والفريق الذي معه هو الذي أعطى هذا الدفع للرياضة، نقولها صراحة ستقدم الكثير والكثير مستقبلا إن شاء الله. نعم عمر لأنه أربط كلامك مع كمال مع كلام المدرب الوطني كمال وناس عندما قال في جولة قادته إلى قاعة في دار البيضاء حي شعبي
قال لك تفوجئت بتواجد أكثر من 300 طفل صغير كلهم يتمرسون وكلهم يتدربون في وقت واحد وبنظام تحت إشراف شباب وأيضا مدربين في وفاق دار البيضاء. وهي أشياء لن تراها إلا في مثل هكذا رياضات. تصور رفيق أن هذه الرياضات لها شعبية كبيرة وكبيرة أكثر حتى من كرة القدم. اليوم الكاراتيه يجيدها الكينغ فول فيتنام أيضا كيك بوكسينغ، رياضات كلها لها شعبية كبيرة وكبيرة في الجزائر خاصة في الأحياء الشعبية. وعلى البساط فوز المستحق 6-0 بعد استكمال 3 جولات من طرف الرياضي من وفاق دار البيضاء السعداوي سيد أحمد. إذا هنيئا لسعداوي سيد أحمد. أخ أيضا رفيق نعم. صحح فقط الاسم سعدودي. سعدودي ولا سعدودي؟ نعم سعدودي. سعدودي هو من وفاق دار البيضاء، يعني كل مرة كنت نتبع هذا الرياضي، يعني كنت نلاحظ المنافسات هو معروف. نعم كان في الوزن ناقص 60 كيلوغرام كان مسيطر. نعم واليوم انا نشوفوا العوده تاعو وراه كيما نقول لك ادى اللازم. نعم وان شاء الله نتمنى له المستقبل، يعني مازال شاب سعدودي. سعدودي سيد احمد. نعم. من وفاق دار البيضاء دائما في الاداءات التقنيه الديضاء او ايضا من بين اعقد واصعب وادق الاختصاصات التقنية في رياضة الفوفينام. فيات فوداو دايداو كان على المرتبة الأولى يتنافس الجزائريان حمادي عبد الله من أكاديمية شريقة، ويليه بعده بالحاج جلالي مغراوي بطل العالم في الاختصاص من أولمبيك بوروبا المرتبة الثالثة في تقنية الدايداو. يعني المعترف او المتعارف عليه انه كوت ديفوار تقدم عمل جيد فيما يخص تقنيه الدايداو. في هذه الدوره تراوري اسماعيل فرايد من كوت ديفوار يحتل المركز الثالث. الاداء نشوفوا اداء حمادي من اكاديميه شراقه. حتى شراقه اكاديميه شراقه يعني عندهم نسبه المنخرطين يكلموك بلغة الأرقام، عندهم قريب 500 رياضي كل فئات. جميل جدا. نعم كل فئات. وحمادي عبد الله هو أيضا دائما نفس الرياضي أو البطل العالمي. هو نشأ في نادي درع بن خلدة. هو تيزي وزو من ولاية تيزي وزو، وما يخفلكش ولاية تيزي وزو خرجت أبطال مثل الويزا، مثل كانوا عناصر كثيرة اللي مثلوا الجزائر وكانوا يعني الفريق الوطني. وعبد الله حمادي يعني دائما ينافس ودائما ينشط نهائي خاصة في هذا الاختصاص الدايضة وفاف. صعيب جدا منافسه بن حاج جلالي. نعم. اللي هو من نادي أولمبي بوروبا وكان سابقا في ولاية عين دفلة. نعم. وشوفوا يعني كل صراحة أصبح المستوى متقارب كثير، لأنه كلهم حابين ينافسوا حابين يشاركوا مع الفريق الوطني بهذا الاختصاص. والأجدر والأنجع والأحسن في البساط تكون عنده تأشيرة أكيد، لأنه المنتخب الوطني كل متألق عنده الحق أنه يمثل الجزائر. فلا حمادي على الصورة أنهى تقنية دايداو فاب. دائما قلنا والبطولة والدورة تمشي بالموازاة مع تسليم الجوائز والتكريمات والميداليات فوق المنصة. قلنا بحضور الفاعلين في الرياضة الجزائرية ككل، وأيضا حضور الممثلين عن الهيئة الدولية للاتحادية الجزائر العالمية للفوفينام فيات فوداو الأستاذ ماي هوتين، رئيس الاتحادية الأوروبية ماكوفي لاويل، أيضا ممثلين عن سفارة جمهورية الفيتنام، وأيضا المسؤولين المحليين والولائيين هنا والفاعلين. قلنا لأن هذه الدورة تجري هنا بمدينة الجزائر تحت رعاية السيد معالي وزير الشباب والرياضة والسيد والي ولاية الجزائر بإشراف من الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو، وكذا التنظيم أو البرمجة من طرف رابطة ولاية الجزائر. على الصورة في الدايداو دائما بالحاج جلالي مغراوي عبد الحق. بالحاج جلالي مغراوي عبد الحق الذي يمارس الآن في نادي أولمبي بوروبا، ولكنه انشأ في
نادي احد انديه عين دفله ان لم تخني الذاكره. هو نادي على ما اظن عريب عين دفله. نعم. عريب عين دفله. نعم. هو بروز مع ناديه السابق واليوم راهو متواجد في نادي اولمبي بوروبا وراهو في الفريق الوطني وهو عضو فعال بكل صراحه. نعم. هو صاحب الاختصاصات التقنيه الفرديه. التقنيات الفرديه صعيبه. نعم. صعيبه. كيان فاب. كيان. دايداو فاب. وعنده اختصاص اخر يعني اضافه مؤخرا تقنيات الفاندون الجماعي مايسابا لكن تطلب عامل كبير لانه التنسيق نشوف الاداء السرعه التقنيات. نعم عمار يمكنك ان تتدخل عمار من هنالك. بالطبع رفيق معي المصارعه بوهراوه سونيا الفائزه رفقه سنيغري ايوب بسيلف ديفونس لدى السيدات. سونيا نقدر نقولوا منافسه كانت قويه خاصه انه نعرف المنتخب الايطالي قوي في التقنيه. بطبيعه الحال انه المنافسه كانت قويه ودليل على انه على ذلك انه نفس المنافسه اللي طحنا معها في كاس العالم بنيو دلهي هي نفسها اللي كنا في نهائي معها لحد الان والحمد لله كي وفقنا ربي وتحصلنا على المرتبه الاولى وقدرنا نحافظوا دائما على ديك المرتبه وان شاء الله في محافل دوليه ان شاء الله. ان شاء الله. ايوب نقدر نقولوا بدايه موسم صعبه لكن الحمد لله يعني فيه شفنا تناسق كبير بينك وبين سوني. يعني الحمد لله حنايا حنوصلوا على هذا المستوى وحنقدموا ما اكثر. يعني صح كانت صعبه بدايه الموسم بصح دائما تكون بدايه الموسم هكذا كيكون مونك بريباراسيون اي تو مي الحمد لله ان شاء الله حنكونوا باحسن مستوى ان شاء الله. ما صدتش مشكل يعني في التنسيق خاصه نعرفوا امور هذه من الجانب التقني تترتب تركيز كبير وكبير ذاكر وانت يعني نفس ماشي نفس القوه ماشي نفس التحضير البدني. بيان سور ماشي نفس التحضير البدني بس التحضير البدني تاع فيه كومبليسيتي. وي فيها بزاف. ان شاء الله سونيا منافسات اخرى بطوله افريقيا على الابواب كيفاش راكم تشوفوا تما واش هي الاهداف؟ هي حنا كما نقولوا الانسان يطمح انه يبقى دائم في العلا وان شاء الله هو لما لا نبقى نشرفوا الجزائر دائما في المراتب الاولى وتكون دائما بالنسبه لينا حنايا كاشخاص ولا ك وطن جزائري ان شاء الله نكونوا دائما في المرتبه الاولى ان شاء الله وهو ما نتمناه انتم والاخرين كلها انتم ابناء الوطن هذا الحبيب وطن بامكانكم ان تصنعوا دائما امجاد رفيق. شكرا عمر بالتوفيق.